خضرا انا مجنونك حير بين عقلك وجنونك نسيني للا في شونك نسيني ليلي. مساء الخير مساء الخير مساء الورد والفل والياسمين لكل من اختار مرافقتنا عبر الفضائية الوطنية الأولى في هذا العدد الأول من ليالينا الموسم الثاني. مرحبا بكم الكل، توحشناكم برشا. إن شاء الله اليوم تقضيوا معنا أوقات ممتعة مع أصوات جميلة ومتميزة وأيضا فقرات متنوعة كالعادة. نحب نحيي فرقتنا الموسيقية في بداية مناوعتنا بقيادة المايسترو أنور المبروك دي جي كاسوس، وأيضا الجمهور اللي حاضر معنا اليوم ما شاء الله أقوى أقوى عاد. وكالعادة نبدأ في الترحيب بضيوفي في ليالينا الأولى في الموسم الجديد. سعيدة جدا باستضافته، سعيدة جدا لأنه هو أصبح ولد الدار، هو سندي، هو أستاذي، هو الكاتب والإعلامي والصحفي المتميز سي سفيان بن فرحات. مرحبا بك سي سفيان. عايشك عايشك نداء، مرحبا بك، مرحبا بالدرة وكيف سي حمزة وسي دالي. إن شاء الله إبداع وفن وفيانة وفيانكا، وإن شاء الله كذلك فرة، وإن شاء الله تخرج الغمة، وإن شاء الله تونس ديما فرحانين والجمهور نحب نحييه زادة والفرقة الموسيقية إن شاء الله. نبدأ أيضاً نرحب بضيوف اليوم اللي أكيد باش تستمتعوا معاهم بموسيقى جميلة وبأغاني جميلة من الزمن الجميل وأيضاً أغاني جديدة. سعيدة جداً باستضافة فنانة هي قريبة من قلبي لأنها تجمع بين الصوت الجميل، المظهر الجميل، وأيضاً الأخلاق الجميلة، الفنانة والمطربة درة الفورتي. مرحبا بيك يا درة. عايشك وبيك نداء. بون توحشت كما احنا ديما في تواصل. اي وتوحشت ليالينا. يشرفني اني نكون موجوده كالعاده في اول حلقه. اي وان شاء الله نكون وجه السعاده عليك وعلى المنوعه. اكيد سعيده اني نكون موجوده معاكم في المنوعه الاولى، وسعيده اني نصافح كالعاده جمهور الوطنيه. اكيد نتشرف بحضور سي سفيان وزملائي واصدقائي واحبابي اللي ديما نحبهم نحبهم كل مره نقول نحبكم. لما حلوه نتاع اصدقاء اليوم هي بالحق. هو فنان شاب واحنا حابين نراهنوا ككل مره على الشباب، لانه تونس فيها اصوات شابه جميله سواء في تونس او خارج حدود ارض الوطن. هو من الاصوات اللي برزت من خلال برنامج ذا فويس، وكان تذكروه كان في فريق النجم صابر الرباعي. كي نقول حمزه الفضلاوي اكيد تذكروا الاغاني الترابيه الجميله للعندليب الاسمر واغاني تونسيه ايضا جميله. مرحبا بك يا حمزه. مرحبا ندى، فرحان برشا باستضافتك ليا في اول موسم، في اول حلقه من الموسم الجديد من برنامج ليالينا. خطفتك انا على الطاير. اي ما عندي برشا ديجا يعني متواعدين ان شاء الله انه على اساس باش نتعدى معاك في المنوعه، وكتب اليوم المكتوب، وفرحان برشا بوجودي مع زملائي دره ودالي والاستاذ سي سفيان بن فرحات، وفرحان بالإطلالة هذه في قناتنا قناة الوطنية الأولى. مرحبا بك حمزة، أكيد بعد باش نستمتعوا بأصواتكم أنت ودرة. إلى جانب الأغاني الجميلة والأصوات الجميلة عندنا شباب ما شاء الله عليهم، شباب يحلم يقدم، شباب يحلم أنه يفرض اسمه بمجهوده الخاص. هو
من العازفين اللي تعودتوا انكم تشوفوهم على وسائل التواصل الاجتماعي في بدايته، ولكن هو تكوينه موسيقي بالاساس، يعني هو متحصل على الاجازه في الموسيقى اختصاص قانون، وايضا الماجستير في البحوث الموسيقيه، يعني متكون مليح وقاعد يشرف فينا كاحسن ما يكون خارج حدود ارض الوطن، يستحق الكثير من التشجيع. سيكو عزيزه هو لانه عنده هكا شويه مواقف وعنده فيها الحق تنحكيو فيها من بعد، ولكن هو يعني بانامله مبدع على اله القانون. اكيد عرفتوني على شكون نحكي، على عازف القانون داليت تريكي. مرحبا بك يا داليت. عسلامة. مرحبا. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو على الاستضافه هذيا. مدى بون ديما ندخل بعضي شويه في وكلاوينات دمعت علاش يا داليا؟ لا لا بالعكس، خاطر الامبيونس هذه عندي عليها برشا وفرحان برشا اللي انا موجود معاك. نحب زاد نرحب بسي سفيان، دره، حمزه، زاد زملائي العاصفين الكل. نحب تحيه ليهم عاصفين. انا واحد منهم. معناته ديما الموسيقى ديما صحيح حصولها يعني مكان للعازفين التقنيين والجمهور العزيز هذا. دونك فرحان برشا اللي انا موجود معاك وميرسي بوكو. انا اسعد لانه نعرف اللي انت ما تحبش الظهور برشا، ولكن قبلت دعوتي وحتى درقت به قالت لي كيف جبتوا دالي. مرحبا بيك. خليك القانون ينطق، خلي الناس تستمتع بالانامل الجميله. شنو اخترت لنا باش تعزف لنا؟ بون باش نبداو بحاجه معناتها ريتميك شويه فيها نعملوا شويه جو في البدايه، اللي هي معناتها الموسيقى الالكترونيك ومعها شويه قانون. المرسوس مستنقع اللي تشهرت به هو يعني مرسو من الموسيقى التقليديه البلغاريه معناتها تطورت وتعاملت ميوزيك الكترونيك. حاولت اني نعمل كولابوراسيون مع الدي جي اللي 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 خدم يعني الموسيقى هذه، والحمد لله يا ربي قدم له تحيه. اسمه دالي زاد كيف كيف اللي هو بلغاري تركي زاد كيف كيف. نقدم له تحيه ونستمتعوا اكيد بتشجيعكم الموسيقي عازف القانون دالي تريكي.
برافو يا دالي، برافو. شكرا. برافو. مرسي بوكو. ما شاء الله. مرسي. برافو. ما شاء الله عليك. عشت. ما شاء الله عليك وما شاء الله على شبابنا، وفعلا يعني الموسيقيين يقعدوا شويه مظلومين في يعني في 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 الوضع الكل الفني اجمالا، نحسوا للموسيقيين والعازفين مظلومين. سي سفيان اش قولك في هالموهبه؟ اش قولك في هال يعني القدره على العزف؟ انا دليل نعرف وصلت معاه ياسر، خاصه ايامات الكونفينمون كوفيد عمل لنا حفلات وقتها. صحيح. خاصه والناس كل وقتها طبعا. هو عمل اختصاص نتاع المداوات بالموسيقى ميوزيكوثيرابي، دونك عمل ثيرابي للتوانسه الكل وقتها. والحق اللي فيه حاجه اخرى باهيه يعجبني، خاطر هو يمن بالمواقع الاجتماعيه، عنده حضور في المواقع الاجتماعيه كبير. وثانيا عنده كما حكى على الريتميسيتي كما يعني يعني قبل احنا نعرفوا القانون نتاع واحد كالكوبه شدد هكا وشد القانون صعيب. هو اكبر اله موسيقيه عندنا كيما البيانو عند الغربيين، معناها فيه تروز اوكتاف ودمي، ثلاثه دواوين ونص، يعني الموسيقى العربيه كل عليك تسميه القانون، هو دستور الموسيقى. هو اعطاها روح شبابيه. روح شبابيه بالضبط. اي وانا حتى سالت مون ثم بوكو جون، خاطر هو اختار طريق صعيبه. وثم ياسر شباب ولا يحبوا يعملوا قانون قبل القانون، تعرف لحد الان باش نصلحوا قانون وغيره يجيونا ترك ويجيونا صعيب. يعني في تونس ما عندناش اختصاصيين ياسر. هو الحق اعطاها روح شبابيه وجده، وذلك الشباب التونسي ربي ان شاء الله. وهذا الجميل في درة دليل انه طور من نفسه. أي. يعني ولقى المساحه نتاع التواصل الاجتماعي اللي هي اصبحت مهمه برشا، انها تخلي الاسم يتعرف. وعزف في الشارع، عزف في الترين، وعزف في المترو، يعني عمل حاجه جديده وخاصه به، وما اقتصرش على ذيك، ولكن طور من نفسه، طور من الموسيقى، من وقفته، معناها غير اشياء. دالي تريكي شنو بالنسبه لي كعازف درة؟ نعرف علاقتك انسانيا نحبه برشا، وسبق وجمعني به عمل، عملنا ريبريز عملناه الوقت هذا في رمضان وقتها. دالي يعجبني طموح، وبالرغم العراقيل اللي يلقاها واللي انا نعرفهم ما وقفش، والتجأ لمواقع التواصل الاجتماعي اللي خدم كيف نقول وظفها لصالحه. أنصفته هي. أنصفته أي. هو أبخيته هو لشكون يخدم؟ يخدم للناس، وعرف كيفاش يوصل للناس بالشيء اللي هو حاجته به. صحيح. على خاطر أساختا مامون دالي تقلق ياسر، معناها ما لقاش بلاصته وما لقاش روحه، دونك جنح وطار. وانا نفرح برشا 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 كي نراه اللي هو خذا الطياره وسافر ابخيتو باش يمثلنا. ايه. والله وباش يمثلنا عالم تونس، ديما عالم تونس موجود، وديما اسم تونس موجود، حتى في تعليقاته معناها. ايه. لدبي وكل شيء سي فغي، هو ساعات يبدا يتحسر على خاطر ديما يحب اي فنان يحب يطمع انه يلمع في بلاده. لكن كيفاش جبد القانون في الطياره وكيفاش يعزف محليه محليه، وان شاء الله ما يلقى كلبه يا رب. اكيد احنا زاد دورنا كاعلاميين مهم برشا باش نسلطوا الضوء على مثل هذه المواهب، خاطر ساعات نضيعوا وقتنا في حاجات وفي تفاهات اللي ما تستحقش، ونعطيوها مساحات اعلاميه اللي ما تستحقهاش وقت اللي عندنا احنا شباب ما شاء الله كي دالي وكي حمزه. زاده حمزه اللي كيف ما قلت لكم عرفتوه من خلال برنامج ذا فويس، وحمزه توا ما شاء الله عليه هو مقيم في قطر. يعني شكون يدخل ويغني في مجالس الطرب الخليجية؟ حمزة الفضلاوي فرض روحه في قطر بصوته باجتهاده أيضا، وأكيد كانت عنده بصمة خاصة تو نحكيو عليها من بعد، أنه دخل الأغنية التونسية في المجالس الخليجية. شوف شبابنا معناها شنو قاعد يعمل. حمزة يعني شاب كيفك وكيف دالي، كيفاش تراو نحت الاسم؟ كيفاش ترى وتنجموا تقدموا رساله اضافه لبلادكم؟ كيفاش ترى المسيره نتاعكم يلزمها تكون؟ انا دا شوف انا ساعه قبل كل شيء دالي يعطيك الصحه، يعني سلطني وعمل جو يعني شخت عليه. يعني من خيره شبابنا في تونس، ونحييه برشا ونتشرف بوجودي في نفس المنوعه معاه. الأغنية التونسية ديما أنا يعني حتى مهما سافرت، يعني من 2017 أنا قررت أني
نغادر تونس. تونس لكن تقعد ديما بلادي في قلبي ونتوحشها ونعارك عليها اكيد. فمن جانبي كفنان تونسي حاولت اني نقوم بعمليه تسفير للاغنيه التونسيه من خلال مشاركتي في جلسات صوت الخليج اللي تم عرضها مؤخرا في على التلفزيون قطر بحكم تواجدي في دوله قطر. ف جاتني الفكره انه نحب نقدم الاغنيه التونسيه بطابع خليجي مع بهنك وايقاع خليجي، والحمد لله انه يعني لقات استحسان. تو نشوفوا منها حاجه، خاطر يلزم التوانسه يشوفوا محلاه الشاب التونسي وقت اللي يحاول يفرض الفن نتاعه التونسي وين ما كان، وهذا تشترك فيه انت ودالي اكيد. انت الجميل فيك زاد حمزه صراحه سي سفيان، انه هو رغم انه يعني تعرف في قطر ومشى برشا يعني اسماء تخرج لبرا تنسى شويه والا تترفع شويه مثلا على انها تشارك في مهرجان الاغنيه التونسيه. حمزه جاي لتونس بمناسبه مهرجان الاغنيه التونسيه ان شاء الله اللي باش نحكيو عليه برشا مع زميلتنا كريمه الوسلاتي، وقدم اغنيه ان شاء الله اتو نحكيو عليها اكيد من بعد. ولكن دالي معايا انه قايد باش نسمعوا دره ولا؟ بيان سور اكيد، بالاخص النغمه الحلوه نتاع القانون ما زالت هكا ترن في وذنينا. دره شنو باش تقدم لنا؟ كوكتيل لكوكب الشرق ام كلثوم اكيد بتشجيعكم الفنانه دره الفورسي. خليني
عينيا عمري ضايع
برافو الصح. يعطيك الصحة. برافو درة. برافو. برافو درة. سلطنت درة، سلطنت ولا ما سلطنت؟ سلطنت. أوي. والله سلطنت وخذيتنا العالم حلو برشا، عالم جميل لأغاني الطرب للست أم كلثوم، وأكيد عادة نغزروا لسي سفيان سلطن معاك. جو عادي. جو فنان. هي الحق أم كلثوم لو يستسهلوها ياسر الناس. أما كما قال حمزة قبيلة عندها هنك وعندها خامات وغيره. يعني هي وأحلام عندهم بالحق. أنا تو نعرفها حتى في التونسي من إكس فاكتور وغيره، من طريق النجوم نعرفها وحبوبي وغيره، عندنا في عديد الأغاني. هي كل شيء. هي على ولدك. تاريخ الكل تلقى عند سي سفيان. ما شاء الله عليه. نحبهم أنا لي جون نتبعهم وغيرهم. هي تبارك الله الحق أعطات خاطر أم كلثوم ساعات لحظات. ما يستسهلوها العباد، ثم ناس يقولوا معكم كي غنوا أم كلثوم حتى مطربين. ولا مطربات كبار، هي تبارك الله وصلت ودخلت في الاغنيه وتشوف وصلت بقياده الفرقه والموسيقيين اللي نوجه لهم تحيه اكيد. فرقه انور المبروك، يعطيهم الف صحه. نرجعوا لدالي. دالي اكيد كانت عندك مشاركات عديده خارج حدود ارض الوطن، في أمريكا، في كندا، موريال، مؤخرا في دبي، في مدريد، في العديد من البلدان الأوروبية وأيضا العربية. كان تعطي فكرة للسادة المشاهدين على العروض المهمة جدا اللي مثلت فيها يعني تونس كأحسن تمثيل. خلي ياخذوا عليك أكثر بالحق، لأنه تستحق أنه تاخذ مكانة أكبر من اللي أنت موجود فيها على الساحة. هو بالفعل معناتها انا كملت قريت يعني درست قانون، بديت عمري 20 سنه دخلت لانستيتو في صفاقس، كنت عازف ايقاع على باز معناتها الايقاع هذاك هو اللي علمني آلة القانون. بيان سور تلمذت على برشا اساتذه معناتها قراوني والا عندهم يعني تاثير غير مباشر، كما عندنا عظماء في تونس تاع قانون راهو كما سي حسن الغربي الله يرحمه، كيما عم توفيق زغنده الله يرحمه، يعني هذوما ناس يعني كيما عم توفيق زغنده فماش واحد ينجم يعمل تقسيم بدايه ملوعات تقسيم كلاسيكي دائما موجود فيها. اي افكتيما، اما نحكي لك على التقاسيم الكلاسيكيه ينجم يخرجك في حاجه يعني تحلم معها. وآلة القانون انا اخترتها بالصدفه. من بعد عرفت لي آلة القانون هي تجمع ما بين حاجتين اللي هي يعني كيما يقولوا البيرفكسيون تاع آلة البيانو والعذوبة تاع آلة الكلارينيت. يعني تجمع بين الحاجتين هذوما. هذيك يقول لك علاش آلة القانون فيها برشا شجن، فما كالجنب الطربي. على الاول كنت خايف كان نعمل يعني نطبعها الآلة، من بعد بشوي بشوي بديت نخدم على الريتم وبديت نسافر. أول سفرة كانت في حياتي كانت في أوروميد فيستيفال في بودابست، ومن بعد مشيت لصربيا، ومن وقتها بديت خذيت منحة آخر اللي هو شفت لافي ارتستيك معناتها كيفاش الفنانين يعيشوا كيفاش بلا حدود الفن وقتها تحسه من والعازف. حدود سيرتو العازف كيفاش يعطيوه قيمة لبرا وكيفاش يكون عنده أمبليتود معناتها يحاول يولي عنده ديزالبوم وعباد تجي سبيسيالمون باش تفرج فيه كل شيء. وهي موسيقى يعني الموسيقى الاله معناتها اي ولا والصوت هو زاد اله كيما هو القانون راه هو وسيله، هو اللي باش يعبر لك على الاحاسيس نتاعك كيما صوت اله كيف كيف. بعد بديت المسيره بشوي بشوي تكبر. من بعد مشيت عملت برشا عروض اخرى في المانيا، في خدمت مع الاوركسترا ناسيونال دو مونبلييه في اكبر عمل ضخم هذايا صار اسمه لا كونتر باز فواياجوز. هذايا فما انسان اسمه تيري بيتي عنده يخت دار بيه الميديتراني، كل مره عنده مجموعه من النصوص حب يوزعهم في كل بلاد. وزع في معناتها عمل ارونجمون في اسبانيا، في تونس، مشى لمصر، مشى لبنان، مشى لليونان. ومن بعد لمد العازفين من كل معناتها الاقطار هذه وعملوا عملنا عرض في الكوروم في البرليوز في مونبلييه. ومن بعد مشيت شاركت في اليوم العالمي المتحده 2020، شاركت في الفيتور اللي هو معناتها اكبر معرض نتاع سياحه يعني في العالم.
مؤخرا كنت في كندا، عملت زد حفلات في مصر في ساقية الصاوي ومكتبة الإسكندرية، والعرض العالمي في دبي مؤخرا. العرض العالمي هذاك انت حاجه تو مانيش فاهم كيفاش خرجت منها يعني. من دوالي هذا، من دوالي من اقوى العروض اللي يصير في العالم. يعني كي يختاروا انسان باش يكون موجود في الفيستيفال هذا، كل حلمه يعني كان. وانا راني على الدنيا نريد ما كنتش باش نكون موجود، معناتها خاطر يعني فما صارت لي ظروف وكل شيء، مي هما شدوا صحيح باش وصلت عزفت ومشيت وحضروا 3000، معناتها 3000 راهو يعني. شفت الاجواء وكان برشا انسجام معاك هذاك هو الخطر. وانت بيدك في مود اخر وكريت اكيد الخطر تشوف 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 ينطقوك ينطقوك تقنيات متطوره، لومير متطور، كل شيء راهو عندنا. هما الكل هذوما اللي يخدموا في المند فالي كلهم توانسه في توانسه يعني الانجينير دو سون تونسي كفاءتنا واللي لاهي بالكادراج تونسي واللي كلهم توانسه، كل الكفاءات تونسيه. تصدمت معناتها راهو كي على الاول كنت خايف معناتها، والعازفين اللي جاوا فما يعني عازف الفلوت هذا شارك في امريكان جوت تالنت معناتها مصري مدحت ممدوح. الراجل عامل ملايين متاع. معناها تبارك الله عروض عديده قدمتها. الحمد لله. ناخذوا منها عليها فكره، اش قولك؟ ونعطيو زاده للساده المشاهدين هكا شويه فكره على دالي وعزف والطريقه اللي يعزف بها، وساعات تسمع حتى اغنيه متاع الهيدي جويني وكانك تسمع في الكلمات وهو يعزف. خلينا ناخذوا فكره على دالي اكثر. هذه عينة بسيطة وبسيطة جدا على دالي تريكي والعروض اللي قام بها والعزف وطريقة العزف متاعه. أكيد فما يعني عزف في كندا قعد لك في البال دالي. هو كندا على خاطر أول مرة نعمل حفلة للجالية في تونس، فيستيفال يصير في الشتاء. ديجا نحب نحيي معناتها صابرة إيفانت خاطر هي اللي نظمت العرض هذا كله. والحاجة الباهية انه فما توانسة عندهم 15 سنة ما خرجوش وخرجوا وقت العرض بتاعي. عملت كومبلي في كندا الحمد لله. والحاجة اللي عجبتني زادة في كندا اني عملت بروموسيون يعني للناقلة الوطنية اللي هي تونيسير. اي شفتها الببليستي هذه راه جات سبونتانيه. نحب نقول للعباد راني مانيش نصور في حاجة جوست. انا كأي فنان في العالم يطلع في طيارة يصور الرحلة نتاعو هكا عادي. ولا ومشيت في الايكونوميك، رجعت في البيزنس كلاس، ما فيها حتى حتى في دبي عملت نفس الشيء. وكما قلت لك معناتها لقيت ترحاب خاص بالحق. راهو ماهوش رمي ورود، ما يعرفونيش معناتها حتى الجماعة اللي غادي ما يعرفونيش، يعني يعرفوني من بعد. قالوا لي انت اللي صورت المرة في الطيارة كهو هذيك هو. دونك راني مانيش نعمل في ببليسيتي، راني صورت كيما الناس الكل. واضح دالي. اكيد مازلنا باش نسمعوك من بعد، ولكن يلزمنا نسمعوا حمزة. أكيد. احنا قلنا ذا فويس وحمزه مجالس الخليج، ولكن ايضا حمزه يتقن كاحسن ما يكون اللون الشرقي
وبالاخص في ذا فويس تحب باغاني عبد الحليم حافظ بتشجيعكم الفنان حمزه الفضلاوي. تفضل حمزه. Thank you.
كنتي واخداني الاماني لحد فين؟ شفت بحلم 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 مد ايه؟ شفت واخداني الاماني لحد فين؟ كنت بحلم 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 قد ايه شفت وقتاني الاماني لحد فين كنت بحلم 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 قد ايه يردك نحب الحب ده ونعيش بقى بالشكل ده يردك نحب الحب ده ونعيش بقى بالشكل ده عايز احس بحب مالي كل لمحة من وجودك عايز احس انك ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون خدودك عايز احس بحب مالي كل لمحة من وجودك عايز احس ان ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون خدودك عايز احس اني حبيبك ودهيبي صحي لهيبك عايز احس اني حبيبك ودهيبي صحي لهيبك يا حبيبي يا حبيبي رجعنا فوق بر الأمان افتح البيبان لقلبك ولشبابك ولحبيبك ابعد الخوف عن رموشك اوعشي في الكون يحوشك 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 غني ارقص اجري 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 اضحك قول بحبك وانسى كل الدنيا الدنيا مهما تكون غير عيوني عيون حبيبك ما تشوفكش عيون يا حبيبي شكرا برافو يا خليه القلب من اجمل اغاني العندليب الاسمر سي سفيان وماهيش معناها ما تتغناش بالكدا قبل هذايا نحب نحيي فرقتنا الموسيقيه بقياده المايسترو برافو المبروك وكل العازفين واذا كانت سلطان تورا وهذايا عمل جماعي فرقه ومهندس صوت سي محمد بن فرج اللي هو عشيره عمري يعني في المنوعات مقدم له هو وكامل الفريق اجمل التحيه وكل الفريق اللي ما تشوفوش فيه يعني في الكواليس اذاءه لكاميرامان انتاج الكل هم يعطيهم الف صحه والاخراج ايضا ما ننسى حتى احد
تحكيوا ما نفتحها باش توصلوا تتسلطنوا هكا يلزمك الانامل نتاع سي محمد بن فرج زيد تحيه لي نواصلوا اكيد سي سفيان يا خلي القلب واغنيه ما تتغنيش برشا للعندليب الاسمر عبد الحليم هو عبد الحليم لو صعيب زيد ياسر هو الحق حمزه ربي اعطاه صوت صوت ارضي وبدا نذكره من ذا فويس والتاريخ نتاعك عندك الصوت الارضي هذا صعيب حتى عند الجيل صعيب عندنا مغنيين كبار سومي تنور ما يهبطش الارضيات اللي تلقى فيه وديع الصافي تلقى صابر الرباعي تلقى فيه عبد الحليم حافظ شفته كي يغني ما ثم ايزونس كبيره صحيح معناها ما يغصبش على روحه دونك ربي يعطي هذا وزد على ذلك هو بدا بعبد الحليم عبد الحليم مش حاجه سهله زاد كيف كيف كي ام كلثوم هذوما الكبار صعيب باش تقلدهم وانا سمعته مره غنى بعدني يظهر لي ولا غنيت اغاني كما حبيبي يلي وقلت ها ولا يغني خليج كل شيء عندك يغني خليج فجأة شفته ولبس جبه وبدعيه ومنتين ولبس التونسي ويغني في مدلي ويغني في مدلي تونسي بوسط خليجيين بالضبط تو نعديو منه حاجه كان حاجه خارقه العاده اما هو الحق على مستوى الصوت مش عند الناس كل الجبالي عندنا في تونس 6 ولا 7 من الناس اللي عندهم وليدة تونس في الأصل الأرضي الكبير واللي هو في الليقام هذيك من بعد كي يطلع معناها يبدا ساهل ياسر بالنسبة لي تبارك الله هو شفته حتى كي يأدي متمكن وثم سهولة كبيرة ياسر وابتسامة ما يتشالش حتى التقاسيم والتقاسيم مرتاح يغني يعني تبارك الله عليه وسي سفيان مادام أنت نشكرك بقبل كل شيء على على كلامك وشهادتك وفاجأتني بصراحة بالمعلومات اللي تملكها يعني والله ما بعرفش شيء يعني يعني شرف لي أنه أستاذ كيفك يعني عمل علي بحث ومادامك أنت ذكرت أغنية حبيبي يلي فبالمناسبة نقدم تحية للكاتب والمؤلف والملحن الشاعر فهد السهل والملحن طالب الغضيض اللي هما شاعر وملحن قطريين جديدة هي عند عامين ثلاثة عندها اي في اول جلسة مصورة في جلسات صوت الخليج على سمعوا منها شوية هدية ليها كابيلا يلا خلينا نسمع من بكري هو ينسيست عليها سي سفيان خلينا ناخذ بخاطره حبيبي يلي مع الغياب نسيت أعلم كما تدري الليل موحش بدون أحباب يا ليتني نايم بدري عرفت كلمة غوب معقول وشلون وجهك تنكرته بكره صحيح الهوى غلاب قلبك ما عاده تحت امري برافو برافو حمزه وما زلنا باش نواصلوا مع الموسيقى وجمال العازف اكيد مع دليل لكن قبل هذا نحب نسالك عندك عروض ان شاء الله في المستقبل ناوي تقوم بها ان شاء الله عندي توا ان شاء الله اخر رمضان نطلع قطر أي. عندي عرض في قطر من بعد ان شاء الله 27 افريل نكون موجود في السعوديه عندي عرض في السعوديه أي. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق وماي ان شاء الله بتقابلوا غادي اكيد اكيد في الخليج ان شاء الله ان شاء الله نشوفكم في عمل هكا والله تولي انا راني انسان نحب ودر نخدم انا ديما انسان اي انسان يجيني اي فنان يقول لي لا نحب نخدم معك اي حاجه بالعكس لازمني خاطر هذيك الحاجه اللي تخليك صحيح. تتعلم منها صحيح ما تجمش واحد باش تعرف راسي راس الاورديناتور لو عندنا بيت العود عليه ما نعملوش بيت القانون صحيح وهو شاب ويخدم وحده ويمشي ويجي وتحس عنده شركة إنتاج كبيرة ولا كما قال كبيره علاش ما نعاونوش يعني وزارة الثقافة ولا مدينة الثقافة ها من المنبر هذايا نرجولهم يعاونوهم ياسر خاطر قبلت في الاقتداء وتبدا هي تحتويهم وغيره شباب كما هكا ما شاء الله يمشيوا للعالمية يهز لك معناها حاجات كما هادي جويني ويعزفهم في اماكن خارقة العادة يلزم يتبنيهم يعني يقاو الناس اللي يعاونوهم الحاجة اللي نحب نوصلها انه بالحق معناتها تونس لازمك تحبها مش جوست شعارات لازمك تخدم من معناتها من منبرك انت شنو تجم تعمل كارتيست ولا حتى عامل يومي يعني
شنو تنجم تقدم انت للبلاد، مش هي تقدم لك تستنى شبيني ما خدمتش شبيني كذا، اخدم انت تو تلقى روحك تنافس في العالم. انا قريت على صفحتك شعارها عجبني برشا، يعني باش توصل يلزمك تعمل اللي تحب باش توصل للي تحب بالطريقه اللي انت تحبها. يعني ما تنجمش شوف صحيح تنجم تكون موجود، اما تكون موجود بمستوى نمطي في تونس، معناتها تكون معناتها كما يحب مثلا سيستم معين والا حاجه معينه. ما تنجمش انا انسان حر نحب روحي اللي تخطر في مخي نعمله. واضح. ميوزيكالمون بيان سور. وتكون حاجه زاده عندها يعني بعد اشعاع عالمي، خاطر انا راني كي نمشي لبرا ما نعزفش موسيقى تونسيه. اي نعرف. انا نعزف موسيقى العالم. لازمك تكون منفتح في الموسيقى. نعزف موسيقى العالم من خلالي انا، معناتها تونسي كجنسيه تونسيه. اي بالضبط. هو كي يشوف الموسيقى نتاعو تعزف باله عربيه. هو وقت يتسائل وتعجبه الفكره هذه هو فقط اللي عملته. دونك كيما حبيت نقول لك راهي تونس لازم كل واحد يخدم من شيرته تطلع بشويه بشويه. شنو باش تعزف لنا انت؟ هذه المداخله الثانيه والاخيره قبل ما نودع. مانيش عارف باش نعزف. مش نمشي غادي ونعزف والله العظيم. بالحق نحب هكاك نحاول هكا باش تعمل لنا تسلطينا بالقانون ولا هكاك امبروفيزاسيون هكا هو. باش نمشي غادي وش نعزف. يلا بتشجيعكم الفنان داني تريكي. يا اخي عطشت.
اليوم الحلوة ده شنو الناس الحلوة هذية اللي فطر لي في بالي عملته دي تاسوس اللي عامل لكم في جو محلي تحية دي جي تاسوس ايه الناس الحلوة دي شنو هالعزف الحلو اما ناقصة حاجة دالي هاك التنقيزة اللي ساعة ساعة تعملها من بكري خفت على القانون هي ذي الزربة معناها ايه ايه يعني امبروفيزاسيون وعمل هذه يعطيك الصحة اي والله يعطيك الصحة دالي انا نتمنى لك من كل قلبي كل النجاح والتوفيق لانك تستحق لانه مش عازف متميز فقط لانك مجتهد ومكبش في حلمتك مكبش في حلمتك نحب نقول لك حاجة دالي تعرف احنا ما ننجحوا في حياتنا الا بحاجة برك نخليك تكتشفها من خلال الصورة هذه اي وين التصويرة؟ يعملوا لك في السيسبانس ايوه نستنى هيا من هوني من هوني دالي هيا من هنا مش من هنا هيك هو هذاك الوالد مبروك تريكي وامي اون فيت يعني انا نعيش على خاطر زوز هذوما يعني ربي يفضلهم سيرتو يعني بابا معناتها انسان تعب برشا معناتها كيف نفس الشيء هو فنان من وقته صغير تعرفوها اغنيتي طول عمرك كل شيء دونك انا الحلم نتاعي انه نحب اللي ما عملوش بابا نحب نعمله انا نكملو انا معناتها هو الاوبجيكتيف نتاعي بيتيتر هو تو عمره يعني في الثمانينات وشوف انت عمل برشا حاجات لتونس باهيه زاده مي بيتيتر ساعات نقول اتو نهار يجيو يكرموه نهار يجي ان شاء الله ان شاء الله نشوفوه معناتها خاطر عمل برشا اغاني باهيه وخدم برشا معناتها في الاذاعه تاع صفاقس دونك حاسين مع بدايه القهوه اكيد اكيد وجمو سيو دونك كيما قلت لك يعني انا نعيش وانا نعرفك تحبهم برشا نحبهم برشا على ذيك حبيتك توجه لهم تحيه شنو تقول لهم دالي؟ ما نعرفش نجم عبر ميسالش عبر نحب ان شاء الله يكونوا هما راضيين علي ويكون انا معناتها نكون معناتها ما عادش هكايا بالحق معناتها الخطر بالحق معناتها حاجه ربي يفضلها اما انا نرجع ونقول لك يا دالي مادام راضيين عليك مادام قاعد تحقق في خطواتك كيف ما انت تحب ومادام باذن الله باش تنجح الحمد لله نتذكروا بعضنا ان شاء الله ان شاء الله يا دالي بالزهور اكيد زهور عبد الكريم بن صالح اكيد نحييك دالي على امل اللقاء ان شاء الله يا ربي معاك مرة أخرى تفضل باش خلي لك كلمة الختام اقعد دونك كلمة الختام شنو تحب تقول في ختام فرحان برشا اللي أنا معاكم بالحق معناتها يعني لما كيما هكا تخليك فرحان لخاطر تقول اللي في تونس فما حاجات باهية تنجم تقعد على خاطرها يعني واحد كيما سي سفيان تاريخ وتلقى عامل ميزه زور يعني طلب على الدوبليس لا لا بالحق حاجه قويه يعني وفرحان خاطر اصحابي موجودين معايا وجودك يا سي سفيان كيف كيف معناتها الجمهور محلاه انت محلاك خاطر بالحق تعطي قيمه وقدر للفنانين انا نحبكم ولادنا نحسك بالحق بالحق كي ولدي نحسك كانه يعني تونس لانها ولاده والشباب نحسوا مظلوم ونحس ديما نقولها انا وسي سفيان يعني فما مساحات اعلاميه تتعطى لناس ما تستحقش وقت اللي فما ناس تستحق نحب تصفيقه كبيره برشا برشا عليك ابو ديما نكونوا موجودين باش نخدموا البلاد ونحب نقدم زاده نعاود نقدم تحيه للفرقه الفرقه الموسيقيه يوم اصحابي معناتها وسادتي واللي تحب انت تسميها لا لا اللي يخدموا في الاذاعه والتلفزه الكل وان شاء الله ديما تكون تونس القدام ان شاء الله نشوف اسمك يعيشك يلعلع في العالم الكل يا دالي باذن الله خلينا توا نمشيو الشاب كيفك ومنورنا زاده في قطر أكيد. من خلال يعني الحكايه اللي حكيناها بكري مجالس الخارج كيفاش دخل فيها الاغنيه التونسيه هو لبسك الجبه التونسيه زاده ناخذ فكره واكيد سيكون لنا لقاء باذن الله مره اخرى دالي تريكي شكرا لك